الرحمن الرحيم. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إن شاء الله محمد عمر. هنبتدي مع بعض رحلتنا عن عالم الجرافيك. وما نتكلم عن عالم الجرافيك هنتكلم على ثنائي الأبعاد، البعد الأول والبعد الثاني. في برامج جرافيك 2D أو 2 دايمنشن، وفي برامج جرافيك 3D أو 3 دايمنشن. بإذن الله كل كلامنا هيكون على برامج التو دايمنشن. انا حبيت ابتدي بمقدمة عشان اشوف الناس سمعاني ولا لا. يا ريت اللي سمعني يعمل رقم واحد. ممتاز جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من دلوقتي إن شاء الله هتبدأ رحلتنا في عالم الجرافيك. هنتكلم فيها في كذا برنامج إن شاء الله. هنبتدي في برنامج أدوبي فوتوشوب. بس أنا حابب قبل ما نتكلم عن البرامج نتكلم عن شركة أدوبي. لازم يكون عندنا ثقافة بالبرامج اللي احنا هنشتغل عليها. الشركة دي اسمها شركة ادوبي سيستمز. الشركة دي خاصة ببرامج الجرافيك والانيميشن المطورة. اتنين صحاب الشركة دي هم اللي اسسوها، واحد اسمه تشارلز والتاني اسمه جون. الكلام ده كان سنة 82. الاتنين عملوا شركة اسمها شركة ادوبي، والشركة دي كبرت وحوالي على 2005 الدخل بتاعها عدى المليار دولار، وعدد موظفينها تقريبا عنده حوالي 5000. طبعا وده كان نجاح كبير جدا للشركة. الشركة اول ما ابتدت ببرامج ادوبي فوتوشوب وبرنامج ادوبي الستريتور. طبعا برنامج ادوبي فوتوشوب يعني ليه طفرة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، ممكن نتكلم عنها كبداية كده لذيذة. هو القصة كلها ان تشارلز كان ليه واحدة بيحبها وكده، فهو والده كان راجل بتاع تصوير، فهو كان حاطط كل الاحماض والحاجات بتاعته بتاعة التصوير في الجراج. فتشارلز كان معاه صورة لحبيبته، بس صورة اسود، كان حابب انه يعمل الصورة دي الوان. فكان والده كل ما يشوفه في الجراج طبعا يتضايق ويزعق له، لان الاحبار دي زمان كانت غالية جدا، كان نادر قوي اللي عنده الاحبار دي. فجاي تشارلز بدأ يمسك الصورة وعايز يعملها الوان. المهم تنع الموضوع ده، كل مرة والده يشوفه ويزعق له. فجاي في مرة بقى خلاص هو المفروض ان هو رايح يقابلها ويشوفها، فصمم ان هو ينجح المرة دي، كانت في المرة الخامسة. فبدأ ان هو يروح الجراج ويحط الصورة ويحط الاحماض وبدأ يلون الصورة. وجي والده وهو داخل الجراج، فهو خاف من والده فحاول يستخبى، في والده شاف الصورة الوان انبهر. وبعد كده كلمه وقال له انت عندك كل الاحماض وكل الاحبار، جرب وانجح واعمل كل اللي انت عايزه وانا هحاول ادعمك. هو المحزن في القصة دي ان هو ما راح بالصورة الوان لحبيبته، يعني حبيبته توفت قبل ما نشوف الصورة. فجي جون اخو تشارلز ده كان ليه في عالم الكمبيوتر وكده، فقال ايه رأيك نقعد مع بعض ونعمل برنامج. ايه وظيفة البرنامج؟ والله البرنامج ده عبارة عن يخلي الصور الاسود يخليها تبقى الوان. وبدأوا رحلتهم في عالم برامج جرافيك مع ادوبي فوتوشوب. كان في اصدارات كتير من برنامج ادوبي فوتوشوب. بدا باصدار 1.0.7 ده الاصدار الاول، وبعد كده اتطور بدا 2.5 ليميتد، وبعد كده نزل فوتوشوب 3، وبعد كده فوتوشوب 4، وبعد كده نزل فوتوشوب 5.5 ده في التسعينات، وبعد كده فوتوشوب 6، وبعد كده فوتوشوب 7. دخل من اول اصدار فوتوشوب 7 دخل بعديه مجموعة السي اس. مجموعة السي اس او كرييتف سويب بدأت من الاصدار الثاني، وبدأ ينزل معاها برنامج اسمه ايميج ريدي.
ايميجي ريدي وظيفته ان هو كان بيحول الصوره، بيحاول يخلي الصوره تعمل لنا كذا كادر وكذا كادر يطلع لنا فيديو في الاخر عن طريق برنامج ايميجي ريدي. وبقوا الاثنين سبورت لبعض، الاثنين بقوا بيدعموا بعض، لان هو الايميج ريدي نزل مع ادوبي فوتوشوب. بدا اصدار الايميج ريدي نزل من الاصدار الاول والثاني، ويتناه نازل مع فوتوشوب لغايه ما بدا شركه ادوبي فوتوشوب تضم الاوبشنز والتولز والحاجات اللي في الايميج ريدي جوه ادوبي فوتوشوب. طبعا شركه ادوبي ليها برامج كتير، يعني كل ما شاء الله، يعني كل مره بيفاجئونا ببرامج اكتر وببرامج احترافيه. وشركه تعتبر من اقوى، بل هي اقوى الشركات في عالم الجرافيك 2D. الشركه بدات تنزل برامج مع ادوبي فوتوشوب، ده خاص بمعالجه الصور، وصفته في كده في اول اصداراته، مع برنامج ادوبي الاستريتور. وده كان في شركه اسمها مايكرو ميديا صاحبه برنامج اسمه فري هاند، لو احنا نسمع عنه، كانت مالكه البرنامج الدريم ويفر. كانت الشركه دي كان فيها شويه شورت كاتس وشويه مواصفات جوه برنامج الفري هاند، بدات تكون منافسه وتضاهي البرنامج ادوبي الاستريتور مع شركة ادوبي. فشركة ادوبي بدأت اشترت شركة مايكرو ميديا وانضموا مع بعض، وتحت مسمى شركة ادوبي، او شركة ادوبي اشترتها وخلاص، ما فيش حاجة اسمها مايكرو ميديا. وبدأت وقفت الاصدارات بتاعت الفري هاند، وضمت كل المواصفات بتاعتها والاوبشنز بتاعتها لبرنامج ادوبي الاستريتور. دلوقتي احنا قصتنا ورحلتنا مع برنامج ادوبي فوتوشوب. عايزين نتعرف عن البرنامج ده، ولازم يعني عايزين نؤمن بقاعدة ان البرنامج ده مجرد اداة بينفذ لي اللي في دماغي. البرنامج ده مش هيبدع لوحده، البرنامج مش هيديني افكار ويقول لي انا كده عملت لك تصميم انت بس تعمل خطوات، ده كله مش حقيقي. انا اللي بتحكم في البرنامج، مش البرنامج اللي بيتحكم فيه. دي قاعدة ثابتة وقاعدة موجودة في كل البرامج، وخاصة برامج الجرافيك، وفي الموضوع بتاعنا برامج التو دايمنشن او برامج مجموعة ادوبي بالاخص. البرنامج ادوبي فوتوشوب قدر يجتاز كل الحدود، وقدر يدخل في كل المجالات اللي ليها علاقة بالتصميمات. بدأ يستخدم في الاعداد بتاع الصور، ويعمل تأثيرات، ويتحكم في درجات الاضاءة والتباين والظلام، ويعدل ويغير في الالوان. وممكن من خلال التولز اللي موجوده في البرنامج نقدر نعمل تصميمات مختلفه، ونقدر نعمل تاثيرات عليها، ممكن نعمل اعدادات جديده للصور. وبدا يدخل مجال الجرافيك الخاص ببرنامج ادوبي فوتوشوب مجالات كتير. لو جينا اتكلمنا في مجالات الطباعه، جينا اتكلمنا في مجالات الاستوديو، جينا اتكلمنا في مجالات الطباعة التيشيرتات، جينا اتكلمنا في مجالات، في مجال الويب، في مجال الميديا. اصبح الفوتوشوب برنامج ما لا غنى عنه لاي حاجة تتعلق ببرامج الجرافيك، لدرجة ان هو بقى للناس اللي بدأت تتعلم برامج 3D بيقولك انت البداية بتاعتك عشان تتحرك معايا كويس يكون معاك خلفية كويسة عن برنامج ادوبي فوتوشوب. طبعا احنا هنتكلم مع بعض عن الاصدار السادس، او CS6، الاصدار السادس من مجموعة كرياتيف سويت. وده مش معنى كده ان انا بقول ان الاصدار ده الشرح بتاعي خاص بالاصدار ده بس. انا بقول لكم اي برنامج او اي اصدار تابع لمجموعة CS ان شاء الله هراعي دايما في كلامي انه يبقى مطابق للشرح اللي انا بقوله، عشان في اجهزه طبعا يعني هيكون البرنامج ادوبي فوتوشوب CS6 عالي شويه عليها، فممكن يستخدموا فوتوشوب 3 يمشي معاهم ويشتغل معاهم كويس جدا. دي كانت بدايه لينا مع بعضنا في رحله ادوبي وبرنامج ادوبي فوتوشوب.
بالأخص، ودي كانت الملخص البسيط عن البرنامج. لو جينا حبينا نتكلم عن الأنشطة اللي أنا هستخدمها في شرحي بحيث إن هي تخدم مجالات العمل بالأسواق أو بسوق العمل عامة، بإذن الله هيكون شرحي متكامل والتكامل والكمال لوجه الله وحده، بس أنا هحاول أراعي إن أنا أكون بنسبة 90% أوضح الكونسبت أو الأساس اللي يمشي عليه أي عمل في سوق العمل. يعني ناس مثلا خريجين فنون جميلة، حراري دايما ان الناس دي محتاجة جزء الخاص في البرنامج اللي هم ممكن يستخدموه في شغلهم. الناس بتاعت الويب ديزاينز، الناس بتاعت البرينتينج، الناس الفوتو ميكر بتوع الاستوديوهات. بأمر الله هنتكلم عن كل ده، وكمان بإذن الله هنتكلم عن الجديد في برنامج ادوبي فوتوشوب سي اس اس. لحد كده واضح؟ واحد، عايز رقم واحد. يلا طيب ممتاز بإذن الله. طبعا دي أول محاضرة لينا في الرحلة، هنتكلم بالنسبة للأسئلة إن شاء الله اللي أنا هتلقاها منكم. ده شرف ليا طبعا تواجدكم، وده وسام على صدري إن أنتوا حبيتوا إن أنا اوضح لكم او نتعلم مع بعضنا كلنا البرنامج ده بيشتغل ازاي او نقدر نستخدمه ازاي. الاسئله ان شاء الله بدايه من المحاضره الثانيه هتبقى يا اما قبل المحاضره يا اما بعد المحاضره. يعني انا هخصص وقت قبل المحاضره لاي اسئله وهرد عليها، وهخصص وقت بعد المحاضره لاي اسئله وهرد عليها. طبعا المحاضره الاولى هتبقى مختلفه، هتبقى الاسئله بعد المحاضره بس ان شاء الله باذن الله. فريق الدعم الفني بصراحة يعني أشكره، وأشكر أكاديمية الدراين إن هي وفرت لنا الوسيلة الجميلة دي عشان نتواصل مع بعض من جميع أنحاء العالم، سواء من دولة مصر أو من خارج دولة مصر، سواء من كل الأطياف والأديان والجنسيات. كلنا إخوات في الأرض دي، وكلنا إن شاء الله نقدر نفيد بعض في حاجة ترضي ربنا وتكون يعني تكون سبب في إن أنتوا تتوفقوا بإذن الله في حياتكم العملية. اعتقد فريق الدعم اتناقش معاكم في موضوع السيت اب بتاع البرنامج، وادالكوا الاصدار واللينك بتاع الاصدار والحاجات المضروبه بقى والباتشات والسريالات والحاجات دي، وكلكم المفروض ان انتوا نزلتوا برنامج ادوبي فوتوشوب على جهازكم. فانا هبتدي معاكم من اول البرنامج بيتفتح ازاي. لو في بعد كده في اي مشاكل في موضوع السيت اب او موضوع الباتشات، يا ريت ارجو من اخواتي في الدعم الفني ان هم يراعوا النقطه دي ويشوفوا الناس طلباتهم ايه بعد الكورس باذن الله. بالنسبه للتسجيل ان شاء الله انا هسجل من عندي هنا هاي ديفينيشن وهرفعه للدعم الفني، وهو هيبدا يتعامل ويرفعه على القناه الخاصه بالكورس على اليوتيوب. كمان ايه تاني؟ اعتقد ان انا كده تقريبا رديت على اسئله اغلب الاسئله اللي جات لي. يبقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي التسجيل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.